الآن نعود إلى الأسواق العالمية ونحلل أسباب هذه التراجعات مع ضيفي من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. خسائر حادة في الأسواق العالمية، هل تفسرها بموضوع المخاوف المتعلقة بدخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، أم هي أبعد من ذلك، هي متعلقة بموضوع الكاري تريدز وبالتالي عكس هذه العمليات التي كانت شائعة وبالتالي ممكن أن نشوف المزيد من التراجعات في الأسواق؟ صباح الخير، لا رشقا للاستضافة. بكل تأكيد الذعر والخوف كموجة بالنسبة لتصحيحات الأسهم وليست انهيارات لحتى الآن. تصحيحات الأسهم هي كانت جراء المخاوف الركود من ناحية، من ناحية أخرى التوترات الجيوسياسية. لا، بكل تأكيد التوترات الجيوسياسية، توسع رقعة التوترات الجيوسياسية أثرت على مخاوف تنقلات المستثمرين من أصول المخاطرة إلى أصول أكثر أمان. بكل تأكيد الكاري تريد واحدة من الأصول التي قد تم تفكيكها أو قد يحاول المستثمرين تفكيكها في الفترة القادمة، لكن عندما ننظر لها لا رب بكل تأكيد لا تزال الفوائد بين الين الياباني والدولار الأمريكي لا تزال بعيدة. حتى لو شرعت البنك الياباني إلى رفع أسعار الفائدة والفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر من المتوقع، بشكل عدواني أكثر، قد يستمر الفوائد لا تزال مرتفعة. أميل إلى أن المخاوف هي جراء الركود. يمكن قد أقتبس من جيروم باول بأن رقم واحد قد لا يكون كافي لأن يكون هناك تغيير للسياسة النقدية بشكل كامل، لذلك لا أميل إلى أن يكون هناك تفكيك بشكل كامل للكاري تريد، بل اللجوء إلى الملاذات الآمنة بكل تأكيد جراء حالة المخاوف من الركود. والمخاوف بكل تأكيد تتجه بشكل قوي في الفترة الأخيرة مع أرقام الوظائف الأمريكية وتحديدا البطالة الأمريكية من ناحية، من ناحية أخرى خوف من التوترات الجيوسياسية واتساع الرقعة في الفترة القادمة، فبالتالي هي تخارج المستثمرين من أصول المخاطرة إلى الأصول أكثر أمان. بس أحمد، هالتراجعات ب 12% في البورصة اليابانية فعلا تراجعات غير مسبوقة، تراجعات بالين الياباني، عفوا تراجع الدولار أمام الين الياباني بهذه النسبة، ألا تشير إلى عمليات مثلا إغلاق أو لعمليات مارجن كولز مثلا متعلقة بالكاري تريدز برأيك؟ هي لو طلعنا لرى قبل أسبوعين حتى من بدأ عمليات رفع أسعار الفائدة في المرة الأخيرة بالنسبة لبنك اليابان، كان هناك توجه لشراءات الين الياباني بالنسبة للمستثمرين الأفراد تحديدا. عمليات الشراءات كانت جراء تفاؤل بأن بنك اليابان قد يتجه إلى تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر. نعم بكل تأكيد يمكن ذكرتنا الانخفاضات المتتالية بكوفيد 19، بفترة كوفيد 19 بكل تأكيد هي اندفاع قوي جدا، لكن هي لرى التوجهات بشكل أكبر لبيع الأسهم اليابانية جراء تغيير سياسة نقدية كاملة. يعني الاقتصاد الياباني معتاد على سياسة تسهيلية عند التغيير والانتقال إلى سياسة تجديدية، ليس فقط رفع أسعار الفائدة بل تغيير برنامج شراء السندات أعطى هالة كاملة بالنسبة للمستثمرين أن بنك اليابان يتجه بتغيير كامل من سياسة تسهيلية إلى سياسة تجديدية. نعم أعتقد بأن الكاري تريد ممكن يحتاج بعض الوقت، لارا قد يحتاج إلى العام القادم بالنسبة لتغيير السياسات النقدية بين البنكين. الفروق تحتاج الوقت لتقليلها بين الفوائد بين البنكين، بالتالي لا أعتقد إنه الكاري تريد هو وحده لدفع الأسواق للمضي قدما في الهبوطات، لكن هي تغيير النظرة من حالة التسهيلية إلى الحالة التجديدية، تغيير كامل متكامل بالنسبة لبنك اليابان. التوقعات بأن يكون هناك لازال رفع أسعار فائدة بالنسبة لبنك اليابان، ملاذ آمن الين الياباني في الفترة القادمة. كنت ذكرت هنا العرب في الفترة الماضية العربية بأن الين الياباني قد يكون الحصان الأسود في عام 2024، لا أزال أميل إلى ذلك، خاصة مع دفع أنه هو ملاذ آمن أفضل حتى من الفرنك السويسري في الفترة القادمة. طيب أحمد، الآن في تقديرات بالسوق بأنه الفيدرالي ممكن أن يتحرك قبل حتى شهر سبتمبر، في بعض الحكي بالسوق أنه ممكن أن يتحرك خلال فترة أسبوع، ما رأيك؟ هل تتوقعون فعلا خطوة قبل سبتمبر بخفض الفائدة؟ يمكن لو ما كان عندنا اجتماع جاكسون هول بنهاية الشهر كنت أعتقد بأنه قد يكون هناك اجتماع طوارئ. اعتدنا على الفيدرال الأمريكي أن يكون هناك اجتماع طوارئ في حالة نزيف الأسواق، في حالة تغيرات اقتصادية جذرية.
لكن رقم اقتصادي هنا لا يرى واحد، أو حتى بالنسبة للطلبات المعمرة صحيح أن هي منخفضت والبطالة ارتفعت، لكن أعتقد أنه رقم واحد لن يجعل الفدرالي الأمريكي يتحرك لتغيير سياسة نقدية بشكل كامل. يعني حتى لو عمل اجتماع طوارئ سوف يكون مخيف للأسواق بشكل أكبر، قد يجعل الأسواق ترتد لفترة زمنية، لكن هناك تصريح واضح من الفدرال الأمريكي لو عمل اجتماع طوارئ بأنه هو فعلا behind the curve، يعني هو أخطأ للمرات العديدة، لا سيما أيضا الفدرال الأمريكي أو لطالما الفدرال الأمريكي أخطأ بتغيير السياسة النقدية. لا أعتقد أن يكون اجتماع طوارئ، خاصة أنه في عندنا جاكسون هول، قد يكون هناك تغيير بنبرة أعضاء الفدرال الأمريكي في الفترة القادمة. جاكسون هول قد تكون هي محط الأنظار في الفترة القادمة لتغيير نبرة جيرام باول، وعود حول تجديد أسعار الفائدة حتى 50 نقطة أساس لا أزال أعتقد أنه يمكن تكون مبالغ فيها بالنسبة للأسواق في الفترة القادمة، إلا إذا رأينا أرقام اقتصادية هي إقرار كامل بالنسبة للفدرالي الأمريكي بأنه فعلا يخفض أسعار الفائدة هزيمة من الاقتصاد الأمريكي وليس نصرا على التضخم، فبالتالي هي المضي على خيط رفيع بالنسبة للفدرالي الأمريكي. لذلك أعتقد أنه قد تكون جاكسون هول هي محاولة تغيير نبرة الفدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. أحمد، الهلع اللي موجود بالأسواق برأيك متى سوف يتوقف؟ يعني هل التراجعات الكبيرة يلي اليوم عم نشوفها تقريبا لثالث جلسة على التوالي؟ يمكن لو ننظر للتاريخ محاولة استنباط المستقبل لارا، يعني لو نظرنا إلى بداية العام لما الأسواق بدأت تتفائل بشكل كبير لتخفيض أسعار الفائدة لخمس مرات كان تفاؤل كبير جدا، كانت تحتاج الأسواق أرقام اقتصادية عكس ما كانت تتوقعه. لذلك أعتقد بأنه تغيير توجهات الأسواق، حالة الذعر وحالة الخوف، عدم التقاط سكين ساقط بالنسبة للأسواق في الفترة القادمة هي نصيحة استثمارية بكل تأكيد. قد تحتاج بعض الوقت، تحتاج أرقام اقتصادية، لعل اليوم رقم تضخم الخدمات أو الـ ISM بالنسبة للخدمات قد يكون هو أول الأرقام الاقتصادية التي قد تكون دافع، فيما لو جاءت أرقام تحت 50% 50 نقطة في حالة انكماش قد تكون هي دافع آخر بالنسبة للأسواق لتسعير مخاوف الركود الاقتصادي. أعيد وأذكر هنا لارا بأنه رقم اقتصادي واحد قد لا يكون كافي بالنسبة للأسواق، بالرغم من أنه لو نظرنا إلى عوائد السندات كانت توحي بأن الأسواق لديها مخاوف بالنسبة للنمو الاقتصادي. حتى الانفيرجن، الانقلاب اللي كان حاصل بين سنتين إلى عشر سنين، كان واضح بالنسبة للأسواق أنه في مخاوف ركود اقتصادي. لكن أعتقد أن الأسواق قد تحتاج إلى أرقام اقتصادية لتغيير وجهتها، فيما لو لم تأتي أرقام اقتصادية تغير وجهها بكل تأكيد قد يكون هناك مزيد من التصحيح على الأسواق. أحمد عزام، محلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.